ودائما متابعة لشأن الفرنسي وعن تأثير نتائج التشريعيات على مستقبل السياسة الفرنسية وإشكالية التحالفات وبناء حكومة متماسكة، معنا مباشرة من الرباط لحسن أقرطيط الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. صباح الخير أستاذ لحسن. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. برأيكم يعني كيف يمكن أن لهذه النتائج، نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن تؤثر على مستقبل السياسة الفرنسية في السنوات المقبلة؟ أعتقد على أن هذه الانتخابات تشكل نقطة تحول كبيرة وعميقة جدا في المشهد السياسي الداخلي الفرنسي، على اعتبار أنها ستغير من خريطة التحالفات أولا فيما يتعلق بتشكيل الحكومة القادمة. كذلك نتائج هذه الانتخابات ستؤثر على المشهد السياسي في الدنيا خلال 3 سنوات الأخيرة المتبقية لحكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. كذلك ينبغي الإشارة إلى أنه لأول مرة في التاريخ الفرنسي نصل إلى هذا المستوى من الانقسام السياسي ما بين مكونات الفسيفساء السياسي الفرنسي، على اعتبار أن المشهد الآن هو ما يسميه الفرنسيون لو كليفاج بوليتيك، هو وصل إلى نقطة لا رجعة فيما يتعلق بالمشاريع المطروحة على الساحة السياسية، على اعتبار أن الآن الدولة العميقة الفرنسية الاستابليشمنت، ما يسمى بالاستابليشمنت، تجد نفسها أمام طرفي نقيض في المعادلة السياسية. من جهة هناك اليسار الراديكالي الذي يحتل الآن موقع متقدم ضمن ما يسمى بحلف بالجبهة الشعبية الجديدة. من جهة أخرى هناك اليمين المتطرف، والذي حقق يعني رغم الحديث على أن هناك هزيمة مرتبطة بنتائج الدورة الثانية من الانتخابات، إلا أنه حقيقة تمكن من مضاعفة عدد النواب، وبالتالي الوضع الآن يشير إلى مسألة أساسية هو أن الدولة التي دائما كانت تلعب الآن. ما هي التحديات الرئيسية التي قد تواجه الأحزاب السياسية في بناء تحالفات قوية ومستدامة بعد هذه الانتخابات التشريعية؟ أعتقد على أن التناقضات هي كبيرة جدا ما بين المكونات الثلاث في الحدود الدنيا، وأتحدث عن اليسار الراديكالي الذي عبر بشكل واضح على أنه من الاستحالة تشكيل حكومة مع الرئيس إيمانويل ماكرون، لأنها سيكون تحالف غير طبيعي. كذلك إيمانويل ماكرون كذلك يعتبر على أن التحالف أو بناء على أو إمكان، وهو يتحدث عن إمكانيات العمل مع اليسار الراديكالي، ويتحدث قبل الانتخابات بشكل واضح على أنه لا يمكنه أن يسلم مفاتيح الحكومة إلى جون لوك ميلونشو، رئيس زعيم حزب فرنسا الأبية. من جهة أخرى اليمين المتطرف الذي يحمل مشروعا وطنيا قوميا وهو في عداء واضح مع الدولة العميقة مع الاستابليشمنت، سيكون من الصعب عليه أن يتخلى عن القاعدة الانتخابية والدخول في تفاهمات سياسية مع الرئيس إيمانويل ماكرون، على اعتبار أن التضاد هو يقوم على مشاريع مجتمعية شاملة ومتناقضة، انطلاقا من مسألة أساسية وهو أن المشروع الوطني القومي لليمين المتطرف يعادي الجمهورية الخامسة بشكل واضح. نعم. في حين أن إيمانويل ماكرون الذي لا يمتلك الأغلبية الآن هو في وضع غير مسبوق، على اعتبار أن 7 سنوات الأولى التي حكم فيها فرنسا كانت له أغلبية نسبية وأغلبية مطلقة فأغلبية نسبية. طيب. لكن هذه المعطيات من الصعب جدا بناء تحالف مع أو تكوين تحالف سواء مع اليسار الراديكالي أو مع اليمين. يعني بالنسبة بالنسبة للمرحلة المقبلة، يعني كيف يمكن أن تؤثر التشكيلة الجديدة للبرلمان على قدرة الحكومة على تمرير التشريعات الرئيسية؟ كما تعرف الأستاذ على أن النظام الفرنسي هو نظام شبه رئاسي،
والصلاحيات الكبرى فيما يتعلق بالدفاع ووزارة الخارجية هي تعود للرئيس الفرنسي. فيما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية والسياسات الحكومية، السياسات العمومية هي هناك صلاحيات مهمة جدا تتمتع بها الحكومة في ظل النظام الشبه الرئاسي الفرنسي. لكن المرحلة القادمة ستعيش فرنسا صعوبة كبيرة جدا فيما يتعلق بالتشريعات، ونحن أمام مرحلة عنوانها العريض أن استحالة تمرير أي تشريع من داخل البرلمان بغرفتين، على اعتبار أن التكتلات الآن على مستوى البرلمان هي تكتلات وازنة. من جهة هناك اليسار، هناك الجبهة الشعبية بمكوناتها التي لها 182 مقعد، كذلك هناك تكتل اليمين المتطرف الذي حصل على 168 مقعد، وبطبيعة الحال تكتل الليبراليين الجمهوريين حصل على 168، وبالتالي هذه المعادلة، أمام هذه المعادلة النيابية من الصعب جدا تمرير أي مشروع تشريعي، أي مشروع قانون من داخل مؤسسات البرلمان. من الرباط الأحسن أقرطيط، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات فيما يتعلق بالشأن الفرنسي. شكرا.